قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. يتماهى شعر امرئ القيس مع خواطر إحماد، يتزحم الدمع والحنين لأحباء مروا من هنا، يستحوذ صمت الموتى على قصبة أي تجمات بقلعة مجونة. هنا عاشت عائلة أي تيزدي، وهنالك أي تهمو وأي تحدو. ماتت القصبة وصد عنها أهلها، إحماد آخر من هجر الدوار 20 سنة خلت. نجي هنا تنفكر والدين ديالي وخواتاتي هنا فين ساكنين، وتنشوف المحالات وتنبكي، تنبكي والله تنبكي، الدموع تنبكي، حتى دابا راه تنبكي، ما تصحش به الخطر ديالك، ما تصحش به. غير بعيد من القصبة سكن الأهالي، تعقبوا الكهرباء. عجونيت سعيد ذات 100 سنة ولدت هنا، تعج أحلامها بتلك الأيام. أحلم دوما بداري، هنا ازددت وكبرت ونشأ أولادي، لكن الوادي كان يهددنا. عند أقدام القصبة يسقي الوادي البساتين الغناء، كان الثمر يمتد إلى بطن الليل. هانئة سعيدة مرت الحياة هنا، والناس ساكنين فيها مفرحانين الناس، والعروسة هنا تكون فيها 4 أيام ديال العروسات، أصحاب العواد لا جاو تطلبوا ضيف الله تيبقاو هنا 3 أيام ولا 4 أيام. كاينين الطلبة، كاينين الدري تيقرا والعيالات الدريات، كاين شي 30 فقي خارج من هنا حمل القرآن هنا. المسجد أصبح أطلالا، منه مر حفظة القرآن ودارس الفقه وأصول الدين، عنده استجار عابر السبيل، ويبقى إحماد ينسج حبل الذكريات بحسرة ومرارة.